هل الاهلي اكتفى بصفقاته بيعقوبه؟ لا، وانا بقول لك ان لسه في صفقه اجنبيه. طبعا كريستو اللاعب التونسي كان مفترض يجي النهارده، اجل يومين 48 ساعه لظروف خاصه عنده، وهيجي بعد بكره المفروض عشان برضه يستكمل الكشف الطبي بتاعه. وعلى فكره ده موضوع انتهى، يعني خلاص خد المقدم بتاعه، وحتى في كلام من ال 48 ساعه اللي متاخره على ما الفلوس تتحول، والنادي بتاعه مضى النجم الساحلي. يعني كل الاجراءات الاولى دي انتهت خلاص بشكل رسمي، واللاعب وقع والقصه خلصت. يبقى كريستو خلاص التونسي بيلعب في مركز الجناح، ولعيب اشول على فكره، بيلعب ناحيه الطرف اليمين، الناحيه اللي فيها حسين الشحات بقى واللي فيها المجموعه دي وكريم فؤاد والكلام ده، ويعقوبه مهاجم. النادي الاهلي بيفاضل بين اتنين، واحد منهم جاي، بين اتنين اجانب تانيين، واحد منهم جاي تحت السن مواليد 2003، واحد منهم برازيلي، واحد منهم برازيلي جنسيته برازيلي والتاني افريقي. يبقى واحد برازيلي والتاني افريقي، الاهلي هياخد واحد منهم مع كريستو اللي خلص، مع يعقوبه اللي خلص انتظارا بس للكشف الطبي. وكده يبقى الاهلي في يناير اكمل بالشكل ده صفقات اللاعبين الاجانب اللي هيجوا في المرحله دي، مع الاربعه اللي موجودين اللي هم علي معلول طبعا على راسهم، بنقول له كل سنه وانت طيب، الايام ده عيد ميلاده 33 سنه، مع اليو ديانج، مع برونو سافيو، مع بيرسي تاو. يعقوب هو الخامس بتاع الكبار اللي فوق السن، وكريستو اول واحد تحت السن، ومعاه واحد يا برازيلي يا افريقي. ده البلان بتاع الصفقات الاهلي الخارجيه. داخليا طبعا موضوع خالد عبد الفتاح شبه خلص، اللي هو الباك رايت بتاع سموحه، ومروان عطيه اهو. كنت انا بقول لكم امبارح انه الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في ظل رغبه الاهلي والزمالك في انهم يحصلوا على خدمات مروان عطيه، فالراجل مش عارف يعمل ايه، فقال لك اللي هيعرف يجيب ورقه ابداء رغبه من مروان عطيه يخلص، واحنا نخلص معاه، لانه مش هنوديه الزمالك وهو عايز يروح الاهلي، ومش هنوديه الاهلي وهو ايه عايز يروح الزمالك. اللي عايز اقوله لكم ان مروان عطيه بلغ اداره الاتحاد السكندري ان هو بيرغب في الانضمام للنادي الاهلي، بلغهم كده، وبلغ الوكيل بتاعه، وبلغ النادي الاهلي انه بيرغب في الانضمام للنادي الاهلي. والكره بقت في ملعب مين؟ اداره نادي الاتحاد السكندري، لان الاتحاد السكندري اداره النادي هي اللي قالت شوفوا رغبه اللاعب ايه، النادي اللي عايز مروان يجيب منه استماره ابداء رغبه. وبالتالي اللاعب نفسه بلغ الاتحاد السكندري وبلغ الحاج محمد مصلحي انه عايز يروح النادي الاهلي، والاهلي بدا يتحرك على هذا الاساس ان مروان عطيه ممكن يبقى في النادي الاهلي في موسم الانتقالات ده بتاع يناير. وميزه مروان بالنسبه للنادي الاهلي ان هو لعيب جيد جدا في خط النص، مميز يعني، ما لعبش في افريقيا السنه دي، يعني هيقدر يشارك مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات،